chino. حسين خطأ ديال حسين هذا تنير الجهة اليمنى برقم 10 نصر إبراهيم. كرة عالية أيضا عالية على المرمى. حميد بسرعة عند هيدامو لمريس لعند عزيز ما عرفتش شنو غيدير بالكرة. الحسن حظو ان رقم 12 ايمن يونس ارتكب خطا. نفذ الخطا حسينة تيمومي هيدامو. الشرط لفائده فريق الجيش الملكي. شيشه عند التيمومي. ضربات الكره في يد ديال اشرف قاسم. كره في اتجاه عزيز مشات عند بودرع لعند الفضيلي لعند الرموكي في الجهه اليمنى. الرموكي تمريره عاليه في اتجاه المريس مقداف وشويه على المرمى. المريس شيشه حسينة تيمومي تدخل المراقب ديالو رقم 5 جمال عبد الله وتيخرج كره الشرط. حسينة ولا غير في الشرط. شيشة مرة أخرى الشرط لفائدة فريق الجيش الملكي. نفذ الشرط تيمومي هو وجمال عبد الله. تيمومي ضيق ثلاثة اللاعبين. واضح المريس هو اللي غيقف هذا الخطا. ضربة خطا غير مباشرة. المريس كرة عالية ضربة رأسية محادية. ضربة رأسية ديال هيدامو. هذه الإعادة الضربة كانت ممتازة ديال المريس وأيضا ضربة رأسية ديال هيدامو مرت شوية على المرمى. افتداد ضربة مرمى حمدي اتجاه بودرع. حمدي مرة أخرى الرموكي حسينة. حسينة كرة عالية اتجاه شيشة صدى لها المدافع الأيمن والمريس خلى الكرة تخرج الشرط. نفذ الشرط اتجاه تيمومي خطأ. ما كاينش في ما يقبض الكرة تيمومي إلا ورقم 5 إلا بغى يحد من الخطورة ديال تيمومي إلا وخصو يسقطو. يمكن لاحظتوا بانه الاخطاء اللي ارتكب رقم 5 يعني منذ البدايه يعني بعدد الكرات اللي لمست تيمومي هما عدد الاخطاء اللي ارتكب رقم 5. تيمومي اللي تتشاهدوه الان خرج الجانب الشرط نتمنى باش ما تكونش الاصابه تكون قاصحه شويه. تقدم خطا لحسينة كره عاليه ولكن مشى احد اللاعبين اللي يخرج الكره من قبل ما تخرج خارج خط المرمى ولمس الكره بيدو رقم 10 اذا ضربه خطا من فريق الجيش الملكي اللي حد ساعه تلعب فقط ب 10 ديال اللاعبين
وغادي يوقع تغيير الان في فريق المصري. غادي يخرج رقم خمسة. رقم خمسة جمال عبد الله. هذا اللي كانت المهمة ديالو في هذه المقابلة كلها فقط هي حراسة التيمومي. غادي يدخل رقم التسعة وهو حمد عبد اللطيف. باقي التيمومي كتعطى الاسعافات تقذف الخطا الكره في اتجاه العزيز. دخل رقم 14 جمال عبد الحميد تيبعد الكره في اتجاه حمدي الرموكي بودرع هيدامو. هيدامو تمريره خاطئه كانوا قدامو جوج ديال اللاعبين وفضل يعطي الكره للاعب اللي كان في وضعيه صعبه. دخل شيشه محمد صلاح ضربت كره في المريس. الرموكي فضيلي مرة أخرى الرموكي اتجاه بودراع. بودراع مشى في الجهة اليمنى صراع وهو رقم أحد اللاعبين ولكن خداو له كرة. مرة أخرى دخل بودراع وخدا هيدامو. الرموكي تبعاد الكرة وأخيرا محمد صلاح تخرج الكرة للشرق. لحد الساعة باقي فريق الجمالك تيلعب يلا بعشرة ديال اللاعبين. المريس هو اللي غينفذ الشرط. نفذ الشرط عند حمدي. حمدي حمدي الجهة اليسرى عند شيشة. شيشة كرة عالية اتجاه العزيز بالراس مشات عند هيدامو. هيدامو اللي يقذف ولكن ضربات في احد المدافعين مشات عند الحارس. تلاحظ بان التيمومي ما قادر شيء يكمل فذاك رقم خمسة ما خرج حتى على عرف علاش خرج. رقم خمسة اللي هو جمال عبد الله في الوقت اللي خرجوه فكان عارف بانه يعني ادى المهمة ديالو فهو انه يعني بكل هذا المعنى انه تكرفص على لعاب يعني كان الهم الواحد ديالو هو انه يلعب كرة نقية ونتاع الجمهور. على كل حال فنتمناو ان شاء الله ما تكونش هذه الاصابة كبيرة. يعني شيء يؤسف له. على كل حال الكرة الآن عند الفريق المصري. خرجت الكرة خارج خط المرمى. فاضلي هيدامو فاضلي فاضلي حليم هيدامو حليم وخطأ. ظهر شيء من العياء على المجموعتين وزاوية. هذه الزاوية حسينة وخطأ بالفعل كان خطأ ضد حسينة.
اتوقع ان المباراة تمشي نحو ضربات الجزاء. محمد عند محمد حسن على رموكي شيشة هدمو مساوري محمد صلاح أشرف قاسم على أشرف قاسم أشرف قاسم فاضلي حمدي الآن وشرط لفريق الزمالك وفي هذه الأثناء يعلن الحكم على نهاية المباراة بالتعادل بطبيعة الحال بعد لقاء الإياب أي إصابة في كل شبكة. فريق الزمالك ينتصر في مقابلة الذهب بإصابة لصفر وفريق الجيش الملكي ينتصر في هذه المباراة بإصابة لصفر. الإصابة اللي تم تسجيلها في الشوط الأول وبالضبط في الدقة 33 واللي جات على إثر ضربة جزاء. نفس الشيء فريق الزمالك كان سجل الإصابة ديالو الوحيدة على إثر ضربة جزاء. الآن الاحتكام إلى ضربة الجزاء لمعرفة من سيواجه فريق بلما بطل الزاير. إذن حميد الآن تتجه المرمى اول ما غيقذف بالنسبه للفريق المصري هو طارق يحيى. هذا هو اللي كان سجل ضربه جزاء اللي كان اعطى الحكم لفريق الزمالك خلال لقاء الذهب. الكرة وضعت في النقطة ديال الجزاء. ويسجل إذن طارق يحيى يسجل أول ضربة جزاء لفريق الزمالك. الآن تيجي الدور فريق الجيش الملكي واللي غيلعب ينفذ ضربة جزاء هو اللاعب المساوري. شاهدتوا هذه إعادة كانت طريقة ممتازة باش سجل طارق يحيى ضربة جزاء. يستعد المساوري ويسجل. لا تضيع هذه المحاولة تضيع إذن تضيع المساوري ضربة جزاء تطمت بالعارضة أعتقد كانت قوية. الإعادة الآن قوية.